الدولة بقدر الأهمية طيب. مثل الولايات المتحدة أن ترتكب هذا الخطأ الفادح؟ هل يمكن أن تفعل ذلك؟ نعم، لسوء الحظ حصل ذلك في الماضي، واستغرم وقتا طويلا جدا لخروج من هذا الاتفاق الخطير، ولسوء الحظ لقد عادوا إلى اتفاق أكثر خطورة. عام 2015 الرئيس أوباما قال أمام شاشة التلفزيون في مقابلة في الولايات المتحدة، قال بحلول 2027 مع الاتفاق الذي وقعه إيران ستكون أقرب إلى فترة الصفر لإنتاج القنابل النووية. هذا بعد 5 سنوات من الآن، والآن يمنحهم السبل لفعل ذلك. هذا الأمر غير منطقي على الإطلاق، وإذا ما ظن أي أحد أنه لأن إيران وقعت ورقة ما أن هذا لن يحصل، فأقول لكم شيئاً، أولاً هم يكذبون ويخادعون، ولكن حتى وإن لم يكذبوا وحافظ على الاتفاق، فهذا الاتفاق خطير جداً، لنقول لهم تفضلوا ضمن الموافقات الدولية بإمكانكم أن تصبحوا دولة نووية. قبل حوالي 20 عاما إيران كانت قد بدأت على 5 أسلحة نووية بنفس النوع الذي دمر هيروشيما، 5. هذا ما حاول القيام به قبل 20 عاما، وبإمكانهم إصدار 100 فتوى كلها أكاذيب، وهم يكذبون دائما. أنا أتحدث عن المستقبل، وأتوقع أن تكون هنالك فرصة جيدة لأن أكون رئيس وزراء إسرائيل القادم، وسأعود إلى سياسة حجب برنامج إيران النووي.